13/6/2013 لواء المهام الخاصة في مدينة درعا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم الحمد لله رب العالمين لواء المهام الخاصة وبقية وباشتراك مع عناصر الجيش الحر في درعا في محافظة درعا جميع الجيش الحر في محافظة درعا. الحمد لله رب العالمين نحن الآن مرابطون على مشارف حميد الطاهر بإذن الله تعالى والمشفى مثل ما أنتم شايفين حاجز المشفى بإذن الله تعالى نحن بنقوم بتمشيطه يوميا لأنهم عم بتوغلوا وعم بيجوا عليها كل يوم بالليل أمراض ونحن عم نصدهم لورا. اليوم الحمد لله الشباب الأبطال تقدم الجيش تقريبا للزاوية هاي اللي أنتم شايفينها هون صار تسلل تسلل والحمد لله رب العالمين الشباب المرابطين بإذن الله تعالى صدوهم ورجعوهم لورا وقتلوا منهم 4 الحمد لله رب العالمين. والشباب مثل ما أنتم شايفين كل الناس مرابطة على الحاجز هون وبإذن الله تعالى سنقوم بالاقتحام حميد الطاهر بإذن الله تعالى إن شاء الله أقرب إن شاء الله إن شاء الله أقرب وقت إن شاء الله بإذن الله. والسلام على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.